لكن نجمة أيضا أسست جزء مهم جدا من السينما المصرية. ومش ممكن تفتكر السينما وميت ميت، لو أنت شفت أهم 100 فيلم في السينما المصرية لازم هتكون موجودة فيهم بعدد من الأفلام الفنانة ليلى علوي. ليلى علوي مش فنانة جميلة فقط، يعني ناس كتيرة ممكن تقول لك جمال ليلى علوي، حلاوة ليلى علوي، إن ليلى علوي في كل الأعمار والأشكال هي دايما جميلة، لكن هي إنسانة جميلة، وهي أيضا ممثلة تقيلة جدا، مش ممثلة خفيفة، مش حد كده يعدي قدامك وتنساه. مفيش فيلم ليلى علوي إلا وهو حافر عنده مكان محفور بحروف من ذهب في تاريخ السينما المصرية. خلونا نشوف ليلى علوي مؤخرا عملت حاجات كده على الانستجرام بتناق يعني بتقارن ما بين صور الثمانينات والتسعينات، وبتبص كده على شكل الموضة وشكل الستات كانوا عاملين ازاي، وهي كانت أيقونة الستات طبعا وما زالت. نشوف. أنا بحس إن أنا شخصية ما بتتغيرش، يعني مش شيء، يعني الناس اللي بيعرفوني مثلا من 20 سنة من 30 سنة أنا زي ما أنا، ما فيش حاجة بتغيرني، الحمد لله الحمد لله.